العراق هذه شوي بالدم، الوشاح لا تهتم، عراق ونبديه بالدم، للتحرير للتحرير لازم يرجع للتحرير، للتحرير للتحرير لازم يرجع للتحرير، للتحرير للتحرير لازم يرجع للتحرير، للتحرير للتحرير لازم يرجع للتحرير. اللي صار انه البارحة خطفوا احد الناشطين الموجودين بالتحرير اللي هو الناشط احمد الوشاح. احمد الوشاح احد الناشطين الموجودين بالتحرير تم اختطافه بالجادرية. اللي صار انه احمد شخص واعي ومثقف، شخص يدعم الشباب بالتظاهرات. اللي صار جهة مجهولة ألقت القبض عليه بتهمة إنه هو مواطن عراقي ولاء للعراق فقط. دي يحاربون بوعينه، دي يحاربون الثقافة، دي يحاربون كل شخص يمثل الثقافة ويمثل هاي الشباب. إحنا نطالب بالإفراج عن أحمد الوشاح بأسرع وقت. يردون يخمدون الحركة، حركة التظاهرات، يردون يخمدون وعينه، ثقافتنا. إحنا طلعنا ناس مثقفين، اغلبنا مثقفين واغلبنا طلاب. اللي يردوهم هم يخمدون هاي الحركه الثقافيه، هذا الوعي الثقافي. احمد الوشاح احد النشطاء اللي يدعمون الثوره، اللي يدعمون الثقافه والوعي. الغايه معروفه والهدف معروف، انه اثاره التظاهرات، اخافه المتظاهرين، المتظاهرين السلميين، خطف واحتقالات ومداهمات وضرب بالشوارع وضرب بالكسريات. كل هذا يتعرض المتظاهرين السلميين لإخافتهم، لإجهاض الثورة، لإجهاض الانتفاضة، وهذا ما ممكن يكون. الناس بدت تفهم، بدت تعي حجم المشكلة اللي واقع بها البلد، اللي واقع بها الشعب العراقي، من بطالة، من مجاعة، من سرقة أموال، من كثير من الأشياء. فلا يمكن لأحد أن يسكت هذه الانتفاضة. انه من هدفهم انه قمع الثوار، انه من يخطفون عبالهم راح نرجع، راح تقل عزيمتنا. نهايه يريدون نهايه الثوره بخطف الناشطين اللي معروفين بالساحه، من ضمنهم آل وشاح اللي انخطف البارحه، وهواي عندنا مخطوفين، وهواي عندنا مغيبين. عندنا علي جاذب اللي صار له من بدايه المظاهرات ما نعرف شنو مصيره اذا انقتل او انخطف. بالنسبة للنشطاء اللي دي يعتقلوهم المسعفين المتظاهرين، ودي بكل عين وقحة انه ينشرون صورهم بالتعذيب وغيرها وغيرها، هاي كلها انه يردون ينهون الثورة. هاي بس قدامكم انه ما تنتهي الثورة ما دام احنا عدنا عزم، وكل شخص اللي يختفي من هاي الساحة هو يزيدنا اصرار ونطلع بداله 100. يعني شيء اكيد يردون ينهون الثورة ويردون يسوون قد يعني حل لهذا الشيء، وشي اكيد احنا راح نظل مستمرين، راح نظل عندنا اصرار وعزيمه لحد ما نوصل للهدف اللي نريده ونحقق مطالبنا ونبقى للابد ومنتصرين وايد بايد ان شاء الله. ومو الاف بتروح، ملايين الملايين هم مننا احنا اصلا، يعني نبقى على راينا وما نغير هذا الشيء. راح نبقى مصرين على الشيء اللي نريده، أكيد راح نحقق مطالبنا ونبني شعب واحد. الحرية 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 الحرية.
عندكم ثورة. عفية. عفية. عندكم ثورة. حلوة الساحة والله حلوة. يا حلال يا معرفة يا شرف على الشعب على الشعب تغيير بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه نشكر قناتكم على المواظبه على نقل احداث في ساحه التحرير. اليوم ندين معتصم، احنا ثوار، مجموعه من ثوار ساحه التحرير، ندين ما تقوم به بعض الجهات من احزاب وميليشيات وغيرها بعمليات الخطف والاعتقالات تجاه الناشطين، والتي كان اخرها اعتقال الناشط المدني احمد ال شاح والمسعف عمر علي. اليوم هاي اليوم الخطف اللي جاي يصير بالساحة، كل ظنهم انه هذا راح يأثر على المعنويات مال المتظاهرين ويهزهزها من الداخل ويرجعهم لبيوتهم. هذا الشيء مستبعد، لان يوم الثوار صمدوا بوجه رصاص وصمدوا بوجه الدخانيات وصمدوا بوجه الاختطاف والاغتيالات، ولهذا السبب خلي يبعدون هذا ولهذا السبب خلي يبعدون هاي الامور عن اذهانهم. لان اليوم ما يجون بعد 5 أشهر من استمرار الاحتجاجات وقوتها وصموده يردون يزعزعوها من خلال اغتيال الناشطين والمدنيين والمسعفين وغيرهم اللي آخرهم كان أحمد آل شاح. هذا شيء بعيد جدا عن الساحة. الحقيقة لن يمر يوم واحد أو ليلة واحدة في ساحة التحرير إذا ما يكون هناك خطف للناشطين وقتل وترويع وضرب بنادق الصيد ورصاص الحي والغازات السامة المحرمة دولياً. هاي يومياً نشهد هذه الساحة، هذه الأساليب. هم الغاية من هذه الأساليب يريدون يقمعون الثورة، ولكنه الأغبياء يتصورون أن الثورة قابلة للهزيمة. احنا كشباب وكناشطين مدنيين مستمرين بالتظاهر، لا تهيبنا ولا تخوفنا هذه الاساليب القذره للاحزاب السياسيه. احنا ما نستمر، يعني احنا مستمرين بالثوره وما تهمنا هذه الاساليب. يوميا خطف قتل، وهذه احزاب سياسيه، هذه ليس احزاب سياسيه، هذه عصابات سياسيه استولت على مقدرات البلد وهنبت خيراته. هناك مؤامره كبيره على الشعب العراقي، تقول هذه احزاب لا يسمعون منظمة المجتمع المدني، لا حقوق الإنسان، لا شرفاء بالعراق، لا الوطنيين. هذه الجميع متفقين على قتلنا. نحن كنشطاء مدنيين وساحة التحرير كل احنا اعتقد اننا جنائز مؤجلة. كل الأحزاب السياسية اتفقت على قتل الشعب العراقي، واحنا مستمرين حتى تحقيق أهداف الثورة. Let's go!
غاية لهم هي قمع المظاهرة، أول غاية لهم، وبلشوا بالمسعفين لأنه المسعفين هنا والطبابات هم حربة الثورة. لولا وجود المسعفين والطبابات بساحة التحرير احتمال جوز يكون خلل بيها، لأن حرب بدون طبابة فاشلة. فيرهبون المظاهرين والمسعفين بسبب الخطف، احنا جانا تهديدات هواية وعلني وجه بوجه، وإذا دخلوا على صفحات خاصة أو أرقام اجت مخابرات اجت وياي هذا المسعف عقيل اتصال بتليفون. ورغم هذا احنا موجودين وما يرهبونه، انخطفوا انقتلوا دكاترة من عندنا ما يرهبونه، نبقى صامدين ونبقى موجودين لنهاية الثورة وفوزها، وفوز الثورة مو قمع الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم، خرجنا من 11 لهذه الساعة، نحن سلميين بجميع أطيافنا وألواننا. اليوم هو العراق، قائده هو الشهداء، الشهداء الثورة، ثورة تشرين، هذه الثورة العظيمة. نقول من هنا من ساحة التحرير، يبقى العراق للعراقيين، ولا نقبل أن أحد أن يعتقل الناشطين المدنيين السلميين. خرجنا من أجل وحدة العراق وشعب العراق. اليوم سرقوا أموال العراق من 2003 لهذه الساعة، ماذا فعلنا؟ نحن هنا متواجدون من أجل توحيد الشعب العراقي بجميع أطيافه وألوانه. لا نقبل أن أحد يقتطف أي ناشط أو يقتل أي أحد، أو هذه الله سبحانه وتعالى أعطى الكرامة للإنسان، هذه خط أحمر. الكرامة أعلى شيء في الحياة هي الكرامة. باسمي واسم الناشطين وكل متظاهر سلمي اليوم موجود بساحة التحرير، نطالب بإطلاق سراح كل المغيبين الموجودين اللي ما نعرف مصيرهم وين لحد الآن، إلى جهات مجهولة. الصديق والزميل الناشط أحمد الوشاح اختطف البارحة من مطعم هو وزميلته وتعرضت للضرب، ولحد هذه اللحظة احنا نطالب بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل المغيبين من الناشطين وكل متظاهر سلمي. احنا حرار ونبقى حرار، ما يسكن صوت الثوار.
صوت الثوار. Thank you.
وباسم جماهير ساحة التحرير البطلة نحمل المسؤولية لحكومة العراق والقوات الأمنية كافة مسؤولية حماية أبنائنا في الساحة والحفاظ على أرواح أبنائنا المختطفين، لأن هذا من واجب الدولة عليها، من واجب المتظاهر على الدولة، فمن حقنا أن نطالب بحمايتنا داخل الساحات، ونكرر يجب عليهم حماية المتظاهرين لأننا سلميين، ونعطي الفرصة 36 ساعة ليطاق سراح أولادنا، لأن أجهزتهم الأمنية قادرة على كشف الجنات والمختطفين. أكرر، سنعطي 36 ساعة، وإلا سيكون لنا تصعيد آخر، وإلا سيكون لنا تصعيد آخر. الرحمة لشهداء من الأبطال، وفك الأسر من أسرانا، والله أكبر، الله أكبر، والعزة للعراق. الحرية 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 الح
الدم يا عمر لا تهتم عراق ونديب الدم الوشاح لا تهتم عراق ونديب الدم الوشاح لا تهتم عراق ونديب الدم للتحرير للتحرير لازم يرجع للتحرير 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 أطفال الحرامية أطفال الحرامية إنك يا شاك بقرار هجرية اسمك أطفال الحرامية إنك يا شاك بقرار هجرية اسمك أطفال الحرامية دوما من العراق يكون فصلية اسمك أطفال الحرامية أطفال الحرامية آلاف الشباب تموت يومية اسم الدين أطفال الحرامية ميليشيا الحكومة شعبة بدرية اسم الدين أطفال الحرامية ميليشيا الحكومة شعبة بدرية اسم الدين أطفال الحرامية اسم الدين أطفال الحرامية قانون الأجل المرأة الرسمية اسم الدين أطفال الحرامية اسم الدين أطفال الحرامية ما عندنا وطن خلوها ترجية اسم الدين أطفال الحرامية اسم الدين أطفال الحرامية ما عندنا وطن خلوها ترجية اسم الدين أطفال الحرامية قد